CKB هي أسلوب من التدبير الذي يستخدم للتعامل مع العناصر الغامضة والغير معروفة التي يعتقد أنها قد تشكل تهديداً للأمن العام. ومن أمثلة هذه المنطقة SCP-173 هو مجسم فني يتحرك عندما يتم محاولة مراقبته من قبل الناس، ويحمل علامة من أعماق الجسم المقطعة ويعتبر مهدداً للأمن. SCP-106 هو كائن فظيع يمكنه التحرك خلال الجدران والأرضيات، ويعتبر أيضاً مهدداً للأمن